أقسم بالله العظيم أن أشارك في هذه الدورة بروح رياضية وتنافس شريف، والله على ما أقول شهيد. جمهورنا الكريم، الآن وفي هذه اللحظة التاريخية يتفضل مشكوراً حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى راعي الحفل ليعلن افتتاح الدورة. بسم الله وعلى بركة الله، أفتتح دورة كأس الخليج العربي 17 لكرة القدم والألعاب المصاحبة، متمنياً لجميع المنتخبات المشاركة بالدورة النجاح والتوفيق، ومرحباً بعودة المنتخب العراقي الشقيق للمشاركة في دورات كأس الخليج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتمي باحضان تشتاق الضمت اهلها، آن الاوان. ملينا البعد قاسي، والله البعد قاسي علينا وعليكم، يا بعد كل ناسي. ملينا البعد قاسي، والله البعد قاسي علينا وعليكم، يا بعد كل ناسي. ملينا البعد قاسي، والله البعد قاسي علينا وعليكم، يا بعد كل ناسي. احكي لي غيبتي وش قد تغير، احكي لي شلون الدنيا بيكون
احكي قبل لا احكي الا اضمكم انا وصل السحاب